طيب اليوم بدنا نحكي عن non-deterministic finite state automata. المرة الماضية احنا كل اللي حكيناه عن ال DFA اللي هو deterministic. شو بنقصد بال non-deterministic؟ non-deterministic بنقصد فيه الحالة التالية، انه اذا انا ب Q0 state وجاني ال input A، افترض انه my alphabet is A، هاي الـ A بقول لي روح على Q1 أو روح على Q3، يعني هون non-deterministic، يعني غير محدد، محير أنا بسميه non-deterministic، يعني مش محدد. هذه الكيس موجودة بالحياة الطبيعية تاعتنا إحنا، لذلك بحاجتها إحنا كأوتوماتا. احنا بحاجة هذا لأنه بالحياة الطبيعية شغلنا احنا non deterministic. يعني مثلا أنا بكون ماشي بسيارة اجيت على مفرق طرق، خلينا نمثلها بالشكل هذا. خليني أعمل له insert shape. وين الشيبس تبعوني أنا؟ لا بلاش، زي هيك مثلا ماشي، وعندي مفرق طرق، وافترض انه في بني آدم ماشي هون وبدي أمشي بهذا الاتجاه. وما في عندي ساين يقول لي وين رايح أنا، ما عندي، وصلت لهون. أساعد أروح يمين، انزل هيك، ولا اطلع بالاتجاه لفوق، او اروح بالاتجاه هذا. عندي ثلاث اتجاهات، وين اروح انا؟ This is non-deterministic. هذه الحالة non-deterministic. بقدر أروح على اليمين، بقدر أروح على اليسار، لفوق، بقدر أروح لقدام، وما في عندي signs. هسه الطريقة الطبيعية اللي إحنا نشتغل فيها بالحياة العملية، أو بجرب باجي لهون مثلا، بلاقي في عندي dead end، مش مظبوط، سكر الطريق، فبرجع لورا، وبعدين يمكن أقول لا خليني أروح هون، برضو لقيت الطريق مسكر، فما في، برجع، وبالتالي أخيرا بمشي بالاتجاه، وبروح بالاتجاه لفوق. الأرز تبعوني أنا هسه كان عندي هون الأرز، وين راح؟ معقول؟ طيب فبمشي بهذا الاتجاه وبكمل. لاحظ انه عملت 3 trials، نمبر 1، نمبر 2، ونمبر 3، بالاخير زبط معي. هاي non-deterministic. هسه هذا الاوتوماتا
هذا بدي اسميه الطرق، هذه بالحياه الطبيعيه بتصير معنا، بكون انا مش عارف وين بدي اروح باي طريق، بجرب هون بجرب هون بجرب هون. هذا بالضبط الريبريزنتيشن تاعته من خلال اوتوماتا. اقول له من اذا انا بكيو 0 وجاني انبوت اي، يعني زي مفرق طريق هون، وين اروح انا؟ على كيو 1 على اليمين ولا اروح على كيو 3 على اليسار؟ انا مش عارف، فبجرب بروح على كيو 3 ما زبط معي، برجع بروح على كيو 1، بعدين من كيو 1 بكمل لكيو 2 and then I am done. That's the idea of NFA. بدي احكي شغله قبل ما اكمل، انه انا قلت الحياه العمليه فيها نون ديترمينزم. الكمبيوتر ما فيها نون ديترمينستك. الكمبيوتر يو كانوت رايت ا بروجرام، انت ا كود جافا او سي شارب او بايثون او اي شيء، تقول له انه if x equal 5 then go to y or z. تقدرش تعمل له هيك، يعني لازم تقول له بالضبط if x equal 5 go to if x equal 5 then مثلا z equal x زائد y. If x equal if x is not equal to 5 then let z equal 5 مثلا. Very specific deterministic الكمبيوتر. فبالتالي بعد شوي احنا راح نشتغل non-deterministic مشان نقدر نتعايش مع الحياة العملية، ولكن راح نرجع نعمله deterministic مشان اقدر انفذه على الكمبيوتر. That is the idea. Now بدي اخذ هون مثال الثاني، انه الاشكال non-determinism ايش كيف بظهر عندي non-deterministic. واحد منهم اللي ورجيته قبل شوي انا زي هيك، اذا انبوت A بوديني على الطرفين، هون في عندي اذا انبوت لامدا ما اجاني انبوت بالمره، انا بكيو 1 وما اجاني A، A is my alphabet، الالفابت تبعتي حرف الA، ما اجاني A، بس انا بقول بقدر انتقل لكيو 2 من كيو 1 لكيو 2 بالشكل هذا. أنا بقدر أجي لهون بلامدا، اللامدا هذه بتخليني أنا أنتقل على Q2، يعني ما إجاني input بالمرة، هي معنى لامدا. يعني كأني بقول إنه أنا ب Q1 and Q2 at the same time، Q1 و Q2 at the same time. الحالة العملية let me give an example، بكون واحد واقف على محطة باص، وفي كمان بقدر أنا أركب باص وبقدر أركب تاكسي إذا بيجي تاكسي، فبكون واقف بالنص بين محطة الباص إذا شاف تاكسي من بعيد بنتقل على الموقف تبعها كان توقف، إذا ما يجي التاكسي ورجع الباص برجع بروح بين Q1 وQ2 بإنبوت لامدا بدون ما يجيني أي إنبوت، لا جتني سيارة ولا إجاني باص ولا إشي، فانتقلت من محطة لمحطة بدون الإنبوت A. هذا another case. هاي one more case of non-determinism، يعني حالة non-deterministic مرة ثانية بالعربي بنترجمها احنا حالة غير محددة، حالة غير محددة. هذا case. كمان في case بدي افترض بدي اجي على الاي بي سي، هذول الثلاث اوتوماتا عندي هون، ثلاث اي وبي وسي. هون بدي افترض انه الانبوت تبعي الالفابت تبعي مش بس الاي، هون الالفابت خليني اسميه هون بهذول ماي الفابت من A ل-Z اللي هم الكاركترز كلهم. هذا الأوتومات الأول الA، أظن بقدر أعمل له هذا N group. Yes I can. أوكي خليني هنا لحاله هذا زيحه هون، وخليني أحطه بالأزرق، وهذا خليني أحطه
بلون ثاني مشان أميزهم عن بعض. ليش هيك؟ آه هيو أصفر. وهذا خليني أحطه بلون أخضر. أوكي. لون الأزرق هذا الأوتوماتا بقول عنه it's non-deterministic. ليش؟ لأنه إذا على Q1 هون على Q1 ما إجاني إلا A، إذا إجاني A بعرف وين أروح على Q2. طيب إذا إجاني B أو C أو D وين أروح أنا؟ non-deterministic، يعني ما إجاني، ما بعرف شو أعمل إذا إجاني إشي غير الـ A. بالـ DFA ما كنا نقدر نعمل هيك، لازم أحط all possible characters، فبالتالي this non-deterministic. طبعا إذا بيجي على Q2 أي Q2 هنا وبيجي عليه الـ A وبيجي عليه كمان كل الـ I should say all possible inputs. بينما بـ B هون أنا صلحت الشيء، قلت إذا بيجيني A بروح على Q2، إذا بيجيني أي شيء ما عدا الـ A sigma minus A بروح على Q3، وإذا إجاني وأنا بـ Q2 طبعاً هنا مش مبين في عندي هنا final state for some reason. يعني let me say this is my final state الـ Q2، خليني أحطها باللون الأحمر وأسمح لحالي هون. Oops. Okay. هاي my final state، وخليني أحط لها كمان دائرة مشان consistency. اوكي. فهذا اتس ماي فاينل ستيت، اذا بيجيني A وبظل الف ب A اتس فاينل، اذا بيجيني شيء غير ال A بطلع على ال Q3، بس ال Q3 هون لازم اعملها كمان. إذا حطيت هون سيجما أي شيء بيجي هون بظل تراب ستيت، هذا صار ديترمينستيك البي، هذا هيك صار ديترمينستيك لأنه أنا كل ستيت معروف بالضبط شو بعمل فيها. هسا لو شلتها زي ما كنت عامله بالأول، ما مش موجود هذا، شلناه برجع نون ديترمينستيك لأنه الـ Q3 does not have a transition، بس أنا بدي إياها transition. Q1 Q2 this is also non deterministic، هذا زي A، C و A زي بعض except إنه A فيش في final state، C في final state but still they are non deterministic. Okay، هذه ال idea. Now let me go. Now هذا الأوتومات اللي حكيت عنه قبل شوي، من ال A بروح على Q1، من A بروح على Q3. Q2 ما عنده transition، Q3 ما عنده transition، okay. Q1 عنده، Q0 عنده، فبالتالي إذا أنا سألت سؤال why this automata is NFA، شو الأسباب اللي بتخليه NFA؟ الجواب عليه، الجواب عليه بقول simple، واحد Q0 إذا بيجي له A بيروح ل Q1 or Q3 or Q3. This is number one. Number two, Q2 has no transitions. And number three, Q3 has no transitions. عندي ثلاث أسباب، there are three reasons why هذا الأوتوماتا is non-deterministic. And this is usually, I bring this as a question always in my exams or quizzes. إنه بعطيك أوتوماتا بقول لك إنه أعطيني
أول شيء is this automata NFA؟ بتقول لي yes it is. بقول لك why is it NFA؟ Tell me and you have to give me all the reasons. ليش I want all the reasons؟ لأنه إذا أنت بتيجي بتحلي هاي المشكلة A1 Q0 ل Q3 بتبطل تحط تودي على Q3 حليتها بطريقة معينة بس أنت ما حليت لي النود ترانزيشن هون ولا النود ترانزيشن هون. You have to specify all possible reasons why this automata is why this automata is non-deterministic. Okay. Now, let me see now how do I accept a string. لاحظ انه ال AA اذا بطلع الاوتوماتا بكل بساطة هون اذا مشيت انا بهذا الباث path. دكتور اتفضل. بس بالسلايد اللي قبل هيك اللي كان دكتور بالضبط. طب دكتور احنا كنا بالدي اف اي اللي كنا ناخذه قبل اوكي انه كان دي كيف كنا ميز انه دي اف اي مع انه كان بالفاينل ستيت ما كان يجي ترانزيشن. لا لازم كان احنا بالدي اف اي. خليني اورجيك هسه اللي كنت حاطه انا هون بالدي اف اي كان اذا بيجيني هي الفاينل ستيت هي عليها الاي اذا بيجيها شيء غير الاي لازم يطلع لازم اقول له اذا بيجي غير الاي وين تروح. اذا الالفا بتبعتي بيجيني زي طب انا موجود هون وين اروح لازم تورجيني يا اما بضل بالفاينل ستيت اند اي اكسبتد يا اما بطلع منه بروح على كيو 3. وهذا زي المثال اللي جبناه لكم اياه بالكويز المره الماضيه بالحروف. انا عندي الحرف المنقط اذا باجي لهون هيو قبل كل شيء بس اذا بيجينا حرف غير منقط لازم اطلع. You have to leave. هاي deterministic يعني في كل input بيجيك يجب أن تعرف ماذا تفعل. هاي معنى الdeterministic. يعني لازم يكون بالضبط عارف شو تسوي إذا بيجيك واحد من الألفابتس اللي مقبولين باللغة. بس عندك الكيبورد أنت افترض عندك الكيبورد تبعك زي الكالكوليتر القديم بس في أرقام من صفر لتسعة. وعندك زائد ناقص ضرب تقسيم هذول الانبوت تبعونك. اذا فيو هيت زيرو لازم يعرف شو يسوي بده يخزن لك اياه على الشاشه. فيو هيت زائد لازم يكون يقدر يعمل لك جمع 100%. اذا ما قدر يعمل معناته اتس نون ديترمينستك. اوكي فبالتالي احنا هون بهذا بنقبله بالان اف اي هذا مقبول بالان اف اي بس بالدي اف اي مش مقبول. هذا يو كانت كيپ ات ذس واي يو هاف تو شو وير تو جو. طيب احنا هسه اذا بيجيني انا اي اي باجي بقول انا عندي تو باثس وانا بكيو 0 يا اما بالاي بروح على كيو 1 يا بروح على كيو 2. افترض انه انا رحت على كيو 1 اجاني بعديها انتقلت من هون هاي النقطة الثانية هاي الفيرست تشويس هسه أنا صرت هون موجود الآن وأنا بكيو 1 إجاني A ما فيش مجال لأروح على كيو 2 بمشي على كيو 2 وخلصنا من هون فبالتالي I accept فبالتالي AA بقول هون AA is accepted by the NFA مع أنه NFA قدرت أنا أصل للفاينل ستيت من هون. طيب افترض انه انا مشيت الباث الثاني انا هون مشيت هذا الباث بالاول هذا الباث مشيت فيه وصلني للنتيجة اللي بدي اياها. طيب افترض انه انا مشيت بابتداء بدي ارجع مرة ثانية انا بدي اقول لو كنت في الـ A هون و Q0 وانا اخذت التشويس اللي تحت رحت على كيو 3 انا جيت على كيو 3 بس على كيو 3 انا موجود بكيو 3 my next input is A. كيو 3 ما بعرف اذا بيجي A شو يسوي انا مش قايل له اذا just هذا الستيت تبعي انا موجود هون الساعه in this state بكيو 3 و الانبوت لسه ما خلص ومش قادر اتحرك مش قادر اتحرك فبالتالي هون اتس ريجكت. بس لحسن الحظ لانه في عندي Q0
كان another choice. سأشوف بدي أعمل هسا. أنا عندي condition بقول if there is a computation of the NFA that accepts the string, all the input is processed and the automata is an accepting state. بس عندي هون الانبوت كله ما خلصش. أنا عندي الانبوت A خلصت الأول، بعد عندي الثاني، وأنا هون بـ reject state. بس this is not a final state but I have another option. فباجي هون بعمل بدي أسميه backtrack. خليني أشرحها بطريقة ثانية. بدي أرجع هون، بدي أرجع هون وأعمل سلايد جديد أحسن وأسميه هون. أنا وصلت لهون، أنا وصلت لهون وبديش أحط عليه ريجكت هون. لاحظ بدي أغير الكلمة هون، بدي أسميها باك تراك. باك تراك، ارجع لورا. الشغل الوحيد اللي انا فيه بقدر يعملها انه لما كنت انا بالكيو زيرو هون، لما كنت بالكيو زيرو الاوتوماتا تاعي بيعرف انه المفروض يعرف. هسه لحظه انا بدي اكون دقيق، المفروض يعرف انه كان في عندي بديل، كان في عندي بديل انه كان بقدر اروح على كيو 1. لما اجيت على كيو 3 اي ام ستك بكيو 3، ما في عندي اي ترانزيشن وفي عندي انبوت اي هون. بدي ارجع لورا، بدي اقول له باك تراك. باك تراك يعني ارجع لمحل ما كنت لهون. ارجع لهون بالباك تراك، وهي بدي احطه لون ثاني، خلي يكون لون اخضر. اوكي، هاي الباك تراك. اوكي، رجعت بالباك تراك لهون. مشان لما رجعت بالباك تراك فبصير عندي الاوتوماتا تاعي شكله هيك. الاوتوماتا تاعي بده يصير، انا اسع الاي تاعتي هاي مش موجوده، انا ما اجيت لهون بالمره. بدي اشيل هاي لانه مش هولت، رجعت لهون انا اسا. فبالتالي اسا موجود على الكيو 0 رجعت على الكيو 0 الان بقدر اكمل على اي 1. هاي الباك تراك مهمه جدا، فرجعت هون على اي 1 اخذت الخط الاحمر. اوكي ناو، طبعا لما رجعت لهون هذا البندور رجعته لورا كمان، يعني رجعت خطوه لورا، رجعت البندور لورا وصرت انا في A. الان تحركت من A صرت بكيو 1، جيت على كيو 1 انا، وهذا هسه مره ثانيه رجعته لهون ل A. ناو اي هاف 1 مور A Q1 لQ2. I can read A. Yes, I can read A. عندي الA هاي هنا قرأتها هيك، وهذا طلعت منه على Q2. هسا Q2 is a final state والinput consumed. فبدي أرجع لهون اللي هي قال لي all the input string is processed. هلا all the input string is processed which is fine and the automaton is in an accepting final state اللي هي هاي الحالة. فبالتالي I accept AA. طبعا الاوتوماتا هذا واضح انه بقبل AA، بس اذا رحت انا بالطريق
على Q3 زي هيك ما راح أصل ل Q2، فبالتالي بعمل باك تراك. كمان خليني أضيف شغلة هون بهذا الموضوع قبل ما أنتقل ل أنا I want to compute ال number of steps. بدي أحسب هون، ده أقول له compute number of steps. لاحظ أنا جيت بالأول على على هنا، هذا كان step number one، جيت step number one، بعدين عملت back track. الباك تراك physically it's number two، بس number two هذا بالحسبة تبعتنا لما نشتغل ما راح أحسبها أنا، هاي راح أعتبرها كأنه واحد واثنين one step رايح جاي، يعني راح على Q3 ورجع على Q0 is all one step، فبالتالي هبدي أسويه كمان one نفس one، يعني فبعتبر transition اللي هو real transition إنه من Q0 ل Q3 مع الباك تراك it's one. step number two، هي step number two هون، وستيب نمبر 3 هاي اللي عملناها، طبعا هي نفسهم هون عشان على الاوتومات النهائي، هاي واحد هاي ستيب 2 مشان ما نخربطش، وهي ستيب نمبر 3، فعندي 3 ستيبس. طيب أنا لما اشتغلت الطريقة الأولى هون ورحت على من البداية، أنا ضبط معي الطريق وين أنا كان عندي لما عملت له عشان ورجيت هسه قبل شوي choice number one. هذا choice number one اللي ما غلطتش أنا فيه، أنا ابتداء أنا اجيت هون على step number one وهي على step number two. هون هون فبدي أجي هون بدي أحط هذه الملاحظة in my automata my NFA اللي تبع الـ AA هذا، أوكي اللي بيقبل لغة AA، في عندي I can choice one اللي هو الخيار الأول، I have two steps and accept. الشويس الثاني الطريقة الباث، خليني أسميه الباث actually بدل choice، path one I was lucky، path two I was not lucky، فاضطريت أصرف وقت زيادة، path two I got three steps، طبعا three steps and accept. طيب إذا أنا هذا الأوتوماتا بدي ارجع على الطريق اللي كنت عامل الاكزامبل تبعي هون، افترض انه انا وديت من هذا الشارع 1000 بني ادم، وهذا خليه يكون بس عندي هذا الخيارات تبعته من اول مره، اذا السكسس بده يكون 2 ستيبس، اللي مش سكسس بده يكون 1 غلط 2 غلط 3 غلط، يعني بروح على ستيب 1 بروح على ستيب 2 ما زبط، بعدين ستيب 3. هذا الاوتوماتا دكتور يا اما 2 ستيتس يا اما 2
ستيبس او 3 ستيبس. الاوتوماتا تبعي هذا نفس الموضوع، يا اما 2 ستيبس زي هيك، يا اما تفضل دكتور هون. بس عدد الانبوت الاي بالسكند تشويس بيكون 3 مرات الباث 2 بالسكند تشويس 3 مرات بالضبط لا مش هون احنا كنا هون 3 مرات. شايف جيت على كيو 3 ما زبط، جيت على كيو 1 زبط، جيت على كيو 2 هيهم 3 حركات عملته انا. بس هاي الثلاث حركات وقلنا يا اما بروح 3 ستيبس اند اي اكسبت، يا اما 2 ستيبس اند اي اكسبت. طب الافريج هون بقول افريج متوسط، يعني لو اثنين مشوا بهذا الطريق، اثنين عملوا، الواحد اخذ باث 1 وواحد اخذ باث 2، متوسط الحساب تبعه الافريج از 2 بلس 3 ديفايد باي 2. طبعا نقول انه خطوة ونص، فيش شيء اسمه خطوة ونص، بس بنحكي احنا average، وخاصة اذا كان step يحسب بالوقت بالtime. افترض انه هذه كمان مشان بعدين احنا انا بستعمل هذا الاسلوب، خلي بدي اعمل له timing، بدي افترض انه time انه step is a time، لانه احنا بنحكي computers بنحكيش احنا سيارات وبسكليتات ومشي، احنا بنحكي هون بدي اقول له افترض assume each step is 1 second بالكمبيوتر time باخذ 1 second، فبصير عندي هون path 1 باخذ 2 steps، يعني it takes me 2 seconds هون، وهون بأخذني 3 seconds. أو أنا بدي إياها صحيح على الثاني، اللي هيك أنا عملت خلي هذه steps بس، وهاي وأنا بيكون هذه بأخذ معناته 2 seconds، بصير إلها معنى الأفريج، وهون بأخذ 3 seconds. لاحظ أنه أنا الباك تراك إغنورت، اعتبرته كله 1 step الباك تراك which is not really true equal 1.5 seconds الأفريج time. بس لو كان الاوتوماتا تاعي ديترمينستيك، لو كان ديترمينستيك بيكون التايم تبعي طبعا هذه الحالات. خلينا اكمل هون شوي هسه، طبعا راح يضيع الزوم تبعي، وراح نعمل له راح نعمل ريفرش وريستارت، تذكروا هذا الحكي. هون إذا كان عندي أنا الـ reject example، أنا جاني A، الـ A طبعاً خليني أخذ الحالة الأولى either way، أخذت جيت الباث الأول، هذا الباث اللي هو أصلاً كان يزبط معي، وصلت Q1 وما إجاني بعديه A، فبالتالي it will reject، لأنه وصلت أنا زي الأوتومات العادي، وصلت state it's not a final state وما ظلش عندي input، بالتالي I am done. بس بقول كان عندي أنا خيار ثاني، كان عندي خيار ثاني كان بقدر أجي لهون، هاي الخيار الثاني تبعي، كان بقدر أجي على هذا السلايد وباجي على Q3، still جيت على Q3 وما زبط معي، ما زبط برضو it's still a reject state. هيني جيت هون على الـ A، على Q1 ما مشي الحال، جيت على Q3 ما مشي الحال، وبالتالي the string is not accepted. ليش not accepted؟ لأنه أصلاً الـ A is not part of the language. My language is only AA. يعني هذا الأوتوماتا ما بيقبل إلا AA، بيقبلش إشي ثاني. وبالتالي أنا بقول هون، وهذا مثال ثاني just to make the story complete.
اجاني 3 A's، 3 A's برضو not accepted. راح اجرب، خلينا على السلايد هذا، بدي اجرب بالاول. اجيت لهون انا ستيب نمبر 1 ما مشي الحال، بعدين اجاني ستيب نمبر 2 اجيت لهون، لا A بعدني بالA الأولى أنا، وبعدين بالA الثالثة، الA الثانية وصلت لهون step number 3، وصلت ل Q2 it's an accepting state، بس لسه بعد عندي A، وين أروح في هذا الA الثالث؟ it's rejected so this will be reject after 3 steps. هسا إذا string is rejected، يعني أنا جربت حتى لو رحت ابتداء، شوف هون لو رحت ابتداء جيت بالأول لهون